تريد من عندي؟ تريد مني أحل هاي المعضلات، مو تريدني أقطع صلتي بتركيا ولا الإمارات ولا إيران. هذه الناس صدقني ما يعنيها هذا الأمر بشيء. ماني إذا أتذكر وياك أنه لما كان القرار وطني في ذلك الوقت هذا الذي حصل، وكأنه تريد أن تقول أنه لا خيار غير العمالة حتى تستطيع أن تعيش، لأنه عندما تقول في فرق. لا 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 لا، هذا كلام قاسي أستاذ نجم. لا هذا كلام قاسي. أنا أستنتج أستاذ مشعل، ليس بالضرورة كل ما يخالف من حقك، أنت من حقك تسأل. أولا ليس بالضرورة كل من عنده علاقات خارجية أو علاقات صداقة مع دولة هو عميل بالضرورة، هذا كلام يتسم بالقسوة. أحيانا أنت توظف علاقتك مع الخارج لخدمة أهلك، أحيانا توظف علاقتك مع الخارج لتحقيق أهداف جمهورك. خلينا نكون كلش واضحين، لولا العلاقات الخارجية هؤلاء ما وصلوا إلى السلطة، سووا علاقات خارجية. وال 68 لولا الحاني يعقد صفقة في أمريكا وما أدري وين وما أعرف شنو، ربما الأمور ما مكنت الآخرين من الوصول والسلطة. دائما العامل الخارجي مؤثر في العراق، مو إحنا مخترعيه. أنا أقول لك بسبب، وأنت تعرف العراقيين اختلفوا عند إقامة الدولة العراقية على أن يأتوا بملك من العراق، فراحوا جابوا ملك من الحجاز. يعني هذه عملية الاختلاف وعملية تأثيرات الخارج هي مو صنيعتنا، هي جزء من طبيعة المجتمع العراقي، طبيعة الجغرافيا العراقية، عن كيفية تشكيل الدولة العراقية. شكلت بطريقة تمكن الجوار دائما على أن يكون عنده قدرة على التأثير في القرار. احنا دولة من حيث المبدأ لازلنا تحت إشراف الأمم المتحدة. احيانا يعني انت فكر بدالي ارجوك. نعم. البعض ينتقدني، انت شنو قاعد باربيل وانت ليش تدافع عن الاكراد وانت ما اعرف ليش احنا 2014 الدولة العراقية، انا مشعان الجبوري، منعت اهلي واختي بنت امي وابويا طالعة هربانة بالصحراء من الشرقاط وجدتي عن طريق النخيب. القيادة العامة للقوات المسلحة صدرت برقية تقول يسمح لفلانة بنت فلان واولادها طططط بالدخول على أن ترافقهم دورية عسكرية إلى سيطرة الفلانية بين كركوك وبين ديالة، ما يسمحوا لهم يمرون ببيت مشعان الجبوري عضو مجلس النواب، في حين ذهب الآلاف من الزوية ومن الشرقاط ومن أقربائي سيرا على الأقدام باتجاه الإقليم وفتحوا لهم الأبواب. أنا لو لم تكن عندي علاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني متمثلة بفخامة الرئيس مسعود البرزاني من 1992 ما تمكنت أن أقدم الخدمات ولا تنفتح الأبواب ولا أن يسمح لي أن أمر أنا ومواكبي المسلحة والمساعدات الغذائية حتى أروح على جحلة وحتى أروح على التينة وحتى أروح على الشرقاط وأروح على مناطقي. العلاقات أحياناً أرجوك